السلام عليكم أعزائي الطلاب وطالبات جريد 2، ازيكم عاملين ايه؟ خدنا المرة اللي فاتت قصة سيدنا نوح، ان شاء الله نكون ذاكرناها كويس. النهاردة هنكمل بقية قصص الأنبياء وناخد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. يعني ايه أبو الأنبياء؟ يعني كتير من أولاده كانوا أنبياء. هنتكلم عن سيدنا إبراهيم من أول ما اتولد. أول حاجة هناخدها نشأة سيدنا إبراهيم عليه السلام. نشأة سيدنا إبراهيم في العراق، يبقى سيدنا إبراهيم اتولد في بلد اسمها العراق. يبقى لو قال لي أين نشأة سيدنا إبراهيم عليه السلام، نشأة في العراق، أو أين ولد، ولد في العراق. بين قوم يعبدون الأصنام والحجارة، يبقى قوم سيدنا إبراهيم كانوا بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا الأصنام والحجارة، زي ما قلنا برضو قوم سيدنا نوح كانوا بيعبدوا الأصنام والحجارة. فكان سيدنا إبراهيم عليه السلام ينكر عليهم أن يصنعوا بأيديهم تماثيل ثم يعبدونهم. ينكر عليهم، يعني بيعترض على فكرة إن هم يصنعوا تماثيل ويعبدوها. يعني زي يبقى أنا اللي صنع التمثال وأعبده، يعني تمثال أنا صنعه من إيدي، سواء من خشب سواء من حجارة، إزاي يبقى أنا اللي صنعه وهو اللي خلقني إزاي؟ فهو كان بينكر عليهم الفكرة دي. فكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يذهب إلى الصحراء دائما يتفكر في الكون. هو اتولد في مكان كل اللي فيه بيعبدوا الأصنام والحجارة، وكبر وهو موجود في نفس المكان، بس كان كل ما يبص للأصنام دي هو رفض إن هو يعبدها. هو مش مقتنع إن تمثال أنا صنعته هو اللي خلقني، مش مقتنع بكده. فكان على طول يخرج في الصحراء ويقعد يبص في الكون وفي الدنيا حواليه وفي خلق ربنا سبحانه وتعالى، يدور مين الإله اللي خالق كل الحاجات دي، خلقني وخلق الحاجات اللي حواليا وخلق الحيوانات، خلق السماء والأرض. فأخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام يتفكر في الكون من حوله. يبقى إبراهيم كان بيعمل إيه؟ يتفكر في الكون من حوله ليثبت لهم خطأهم. هو عاوز يثبت لقومه إن هم غلط، ويثبت لنفسه إن هو صح، ان ما ينفع هو صح في ان ما ينفعش التمثال هو اللي التماثيل انا صنعتها تكون هي اللي خلقتني، ويثبت لهم ان هم غلط، ان هم برضه ما ينفعوش يعبدوا التماثيل. فلما راى كوكبا، احنا عارفين ان احنا عندنا الشمس وحواليها الكواكب وحواليها النجوم. فلما راى كوكبا قال هذا ربي. فلما اختفى قال الذي يحكم الكون لا يغيب. يعني ايه؟ احنا بنبص كل يوم في النجوم في السماء، كل يوم مكان النجوم ده بيختفي وبيتغير، وبتيجي نجوم أكبر ونجوم أصغر. النجوم دي هي كواكب موجودة في السماء. فسيدنا إبراهيم أول ما شاف النجوم دي رأى كوكب نجمة كبيرة فيهم، أكبر واحدة فيهم، فقال هي دي ربي. فلما اختفت بعد شوية هو بصص في السماء، قال الذي يحكم الكون لا يغيب. يعني اللي خلق كل الحاجات دي كلها وماشية بالنظام ده ما ينفعش ان هو يختفي. وروح في اليوم ده وهو مقتنع ان ما ينفعش يكون الكوكب ده هو اللي خلقني، انا لازم ادور واعرف مين اللي خلقني، لازم افكر اشغل دماغي. في اليوم اللي بعده ثم رأى القمر وقال هذا اكبر. شاف ان القمر حجمه اكبر. قمر لما بنشوفه في نص الشهر وهو مكتمل دايرة كبيرة منور الدنيا كلها. فقال هذا ربي. هو كان كل ما يشوف حاجة ضخمة ومختلفة يقول هي دي ربنا، لغاية لما عاوز يوصل مين فعلا اللي خلقنا. ثم رأى القمر وقال هذا أكبر فهذا ربي. فلما اختفى القمر أول ما بيخلص الليل القمر بيختفي وبتطلع الشمس. قال لئن لم يهدني ربي إليه لأكونن من الضالين. لو ربنا ما هدانيش لمين هو ربنا بالظبط، أنا هبقى من الضالين وهبقى زيهم من عبدة الأصنام من الكفار. وازداد سيدنا إبراهيم عليه السلام حيرة، ما بقاش عارف مين اللي خلقه وخلق كل ده ازاي، أعبد مين ومعبودش مين. في اليوم اللي بعده ثم رأى الشمس فقال في نفسه هذا أكبر هذا ربي. كل ما يشوف حاجة أكبر يقول هي دي إيه ربي، ما هو عمال يدور مين ربنا. فلما اختفت الشمس، لما بيخلص النهار بتختفي وبيجي الليل، قال إني بريء من كل هذه الأشياء. انا مش مقتنع باي حاجه من الحاجات دي، لا كوكب ولا القمر ولا الشمس ولا حتى الاصنام والحجاره اللي هما بيصنعوها. كل الحاجات دي ما ينفعش تكون ربي، ان ربي هو الذي خلق السماوات والارض.
ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق السماء والأرض والإنسان والحيوان والنبات، مستحيل يكون بيظهر ويختفي، أكيد هو ثابت في مكان من الأماكن. لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه سيدنا جبريل عليه السلام وأعلمه من هو الله، وأثبت له أن الله هو خالق كل شيء، وأثبت له أن الله خالق إيه كل شيء. ومن هنا ابتدت دعوة سيدنا إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما علم إبراهيم وعرفه مين هو ربنا، هو سابه يقعد يفكر 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 لغاية عشان لما تجيله الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون يقدر يستوعب الأدلة دي. وفعلا ونزل جبريل عليه السلام على إبراهيم وبلغه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه نبي الله، وأنه يدعو الكفار وقومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وفعلا ابتدى إبراهيم عليه السلام يدعو أقرب الناس ليه، زي ما سيدنا محمد عليه السلام لما خدنا قلنا ابتدى بأقرب الناس ليه. دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه، أوحى الله تعالى لسيدنا إبراهيم بأن يدعو قومه لعبادة الله الواحد، زي ما احنا عارفين ان كل الرسل بيدعوا لحاجة واحدة بس، أن نعبد الله الواحد الأحد. فبدأ الدعوة بوالده، هو دايما أي حد بيفكر في حاجة جديدة وكان أمر من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يدعو بوالده يبدأ بوالده، هو أقرب واحد ليه. فقال له يا أبتي كيف تعبد أصناما تصنعها بيدك لا تضر ولا تنفع؟ الأصنام والتماثيل اللي بتصنعها من الحجارة أو من الخشب دي إزاي تعبدها وهي ما تضرش ولا تنفع، لا تقدر تحمي نفسها ولا تقدر تحميك ولا تقدر تعمل لك أي حاجة مفيدة أو ضارة. فغضب أبوه غضبا شديدا وقال له أتريد أن تعبد إلها غير الذي نعبد؟ أنت اتجننت يا إبراهيم؟ أنت عاوز تعبد إله غير الآلهة اللي إحنا بنعبدها إحنا وأجدادنا من آلاف السنين؟ لأرجمنك أو لتعود لعبادة آلهتنا، هضربك بالحجارة لغاية لما تموت وعقبك لغاية لما ترجع لعقلك وتعود لعبادة آلهتنا. طب واحد وصل لله سبحانه وتعالى وعلم منه هو اللي خلقنا، هيقتنع؟ وهو أصلا ما كانش مقتنع بعبادة الأصنام، هيقتنع إن هو يعبدها تاني، يعبدها أصلا؟ لأ طبعا. وفضل مصر إبراهيم على الدعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى. لم ييأس إبراهيم عليه السلام من دعوة أبيه وقومه. وذات يوم في يوم من الأيام وبينما يحتفل قومه بعيد لهم، طبعا التماثيل شايفين زي ما احنا شايفين في الصورة، التماثيل هم كانوا عاملين عيد، العيد هو العيد ده بتاع التماثيل بتاعتهم يعبدوهم ويقدموا لهم هدايا ويذبحوا حاجات ويقدموا لهم هدايا ويقدموا لهم هدايا من ذهب وحاجات كثيرة جدا، عاملين عيد، ده عيد ليهم. ففي اليوم ده قرر إبراهيم عليه السلام ان هو يعمل لهم مفاجأة. ايه هي المفاجأة؟ هما بيحتفلوا في الاحتفال بتاعهم، وراح ابراهيم خد فأس زي اللي شايفينه في الصورة وراح كسر، هما كانوا جمعين التماثيل في مكان، راح ابراهيم كسر كل التماثيل زي ما احنا شايفين في الصورة وساب اكبر تمثال فيهم وحط الفاس على كتفه. طب ليه الكلام ده؟ تعالوا نشوف ليه الكلام ده. في السطر التاني حطم سيدنا ابراهيم عليه السلام جميع الاصنام الا اكبر صنم فيها تركه، ووضع الفأس التي حطم بها الأصنام على كتفه، على كتف التمثال الكبير. فلما اكتشف الناس ما حدث لأصنامهم خلصوا بقى الحفلة بتاعتهم بتاعت عيدهم، وتاني يوم رايحين يعبدوا الأصنام بتاعتهم عادي، وفجأة لقوا التماثيل كلها مكسرة ما عدا الكبير والفأس على كتفه. فقعدوا يفكروا ايه اللي حصل، وازاي التماثيل دي اتكسرت، والآلهة بتاعتنا اتكسرت، مين اللي كسرها. وقعدوا يفكروا ويدوروا لغاية لما واحد من الناس قال لهم انا كنت بسمع واحد اسمه ابراهيم كان دايما بيقول ان ما ينفعش تبقى التماثيل هي اللي صنعتنا، هي اللي خلقتنا، احنا اللي بنصنعها بايدينا، ما ينفعش تبقى هي اللي تخلقنا، وكان بيتكلم عنهم كلام وحش. فراحوا قالوا هاتوا ابراهيم ده. ولما جابوا ابراهيم سألوه أنت صنعت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي عملت كده في التماثيل بتاعتنا؟ فقال سيدنا إبراهيم اسألوهم إن كانوا ينطقون. أما مش أنتوا بتقولوا إن هم الآلهة بتاعتكم وهي اللي خلقتكم؟ الإله قادر إن هو يرد عليكم. اسألوهم مين اللي عمل بيهم كده، مين اللي كسرهم كده، ومين اللي حط الفاس على كتف الكبير، إذا كانوا ينطقون وبيستهزأ بيهم أنتوا ما عندكمش عقل، ما بتفكروش إزاي التماثيل هي اللي خلقتكم؟ قال القوم كيف نسألهم وهم لا ينطقون؟ طب لما انتوا عارفين ان هم ينطقون ازاي يبقى هم اللي خلقوكم؟ ما احنا نشغل دماغنا شوية ونشوف مين اللي خلقنا ومين اللي يسأل ان احنا نعبده.
لابد انك من فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. لما سيدنا ابراهيم رد عليهم الرد ده خلاص هم اقتنعوا ان هو ما حدش ممكن يبقى عامل كده الا هو الا ابراهيم. فاجتمعوا قرروا ان هم يعاقبوا ابراهيم نيابة عن الآلهة بتاعتهم. هم طبعا الآلهة مش هتقدر تعاقب ابراهيم، فهم هيعاقبوا ابراهيم بدل الآلهة بتاعتهم. فاجتمع القوم وقرروا الانتقام لآلهتهم. طب العقاب هيكون ايه؟ احنا خدنا في الدرس التاني معجزات الرسل، وقلنا من المعجزات معجزة سيدنا ابراهيم بأن قال النار كوني بردا وسلاما على ايه؟ على ابراهيم. هم قرروا ان هم يلقوا سيدنا ابراهيم، شايفين الصورة الاخيرة، عملوا نار كبيرة وحطب، وعملوا نار كبيرة ورموا فيها سيدنا ابراهيم عليه السلام. فقرروا ان يلقوا سيدنا ابراهيم عليه السلام في النار، فاوقدوا نارا عظيمة والقوا فيها سيدنا ابراهيم. ولكن الله سبحانه وتعالى امر النار. ربنا بقى هو اللي خلق كل شيء، وهو القادر على كل شيء، قادر يخلق كل شيء ويحول كل شيء ويعمل كل حاجة، هو القادر على كل شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر النار بأن تكون بردا وسلاما عليه. هم شايفين النار من بره وحرانين، والصهد بتاعها محدش فيهم يقدر يلمسها، ولكن الله أمر النار من جوه انها تكون ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم، زي ما قلنا اكن في غلاف اتحط على ابراهيم، واكن والنار ما وصلتلوش خالص، النار ما وصلتلوش ايه خالص. وكانت المعجزة بان النار لما خلصت هم توقعوا بقى ان ايه، خلاص الوقت ده كفايه ان هو يسيح ابراهيم، وهو مات كده خلاص، هو اتحرق كده تماما، فاتطفت النار. فهم كانوا متاكدين ان ابراهيم ايه اتحرق ومات، ولكن كانت المعجزه في ايه؟ ان النار لما اتطفت لقوا ابراهيم قاعد في النص، مفيش حاجه فيه لا صاعد خالص ولا اكنه كان قاعد في النار. فكانت المعجزه نجاة إبراهيم عليه السلام، فكانت المعجزة نجاة إبراهيم عليه السلام، وخرج سليما لم تمسه النار بسوء، لا هدومه ولا جسمه ولا أي حاجة فيه اتلسعت، أكنه ما كانش موجود في النار. ودي كانت المعجزة. إيه هي معجزة إبراهيم؟ بأن أمر الله سبحانه وتعالى النار أن تكون بردا وسلاما عليه. يبقى عرفنا سيدنا إبراهيم عليه السلام نشأ في العراق، رفض عبادة الأصنام، أخذ يتفكر في من خلق هذا الكون، وقال أن الكوكب هو اللي خلقه، فلما اختفى قال إن ربي لا يختفي، وفكر في أن القمر هو اللي خلقه، فلما اختفى قال إن ربي لا يختفي، وفكر برضه في الشمس وقال هذا أكبر هذا ربي، فلما اختفت قال إن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. يا رب بيدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو يهديه للصح وللصواب لمين اللي خلقه. فعلا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكرم إبراهيم وأن يعلمه من هو ربه، وجعله نبي، وأرسل له جبريل عليه السلام، وأمره بدعوة قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد. فبدأ إبراهيم بدعوة مين؟ بدعوة أبيه. فبدأ إبراهيم بدعوة أبيه، فدعاه إلى ترك عبادة الأصنام وعبادة الله سبحانه وتعالى. فكان رد فعل أبيه إيه؟ هل آمن إبراهيم أبو إبراهيم بإبراهيم على طول؟ لا طبعا، أبو إبراهيم رفض وقال ونهاه عن عما يقول، وأمره بأن يرجع إلى عبادة الأصنام، وقال لئن لم ترجع إلى عبادة آلهتنا لأرجمنك. يبقى إيه العقاب اللي كان أبو إبراهيم عاقب بيه إبراهيم؟ الرجم. يأس إبراهيم؟ لا، لم ييأس سيدنا إبراهيم عليه السلام من دعوة أبيه وقومه. وفي يوم احتفالهم بعيدهم قرر إبراهيم أن يحطم جميع الأصنام ما عدا كبيرهم. فحطم إبراهيم عليه السلام الأصنام جميعها، وترك إيه؟ ترك الفأس على كتف كبيرهم. فلما انتهى العيد وفي اليوم التالي رأى الكفار ما صنع إبراهيم بآلهتهم، وأخذ يتساءلون من فعل هذا بآلهتنا، حتى وصلوا إلى أن إبراهيم هو الذي فعل هذا بهم. فسألوه هل أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال اسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون. فتأكدوا أن إبراهيم هو اللي عمل كده، وأن هو بيستهزأ بيهم بآلهتهم، وقرروا أن هم ياخدوا حق آلهتهم ويعاقبوا إبراهيم. يعاقبوه بإيه؟ بالحرق في النار. فألقوا إبراهيم في نار عظيمة. يا ترى إبراهيم اتحرق؟ وهنا كانت معجزة الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت معجزة إبراهيم؟ بأن أمر الله
النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وأن يخرج إبراهيم سالما لم تمسه النار بسوء. وخرج إبراهيم عليه السلام وكانت معجزته، وآمن به بعض الناس. وهنكمل في الدرس الجديد إبراهيم عمل إيه وإيه اللي هيحصل معاه بعد كده. الواجب هنذاكر الدرس كويس وهنحل أسئلة الكتاب صفحة 27. ياريت نذاكر الدرس في يومه علشان نخلص المذاكرة بتاعتنا كلها. تمام يا جريد 2؟ باي باي.